السلام عليكم ورحمة الله. التمرين 13 كان واحد الخطأ في التمرين اللي قبل، تمرين 12 ماشي 13، هذا هو التمرين رقم 13. يمكن مثال جديد بالنسبة للحساب النهايات، عطوني احسب نهاية اف لي اكس، غنحسبوا بهذه الطريقة، ولكن خاصنا نعرفوا شي حوايج قبل ما نبداو، دونك خاصنا نذكروا بهم ضروري بعض الامور غادي نستعنوا بها غادي نخدموا بها دابا. إذا كانت عندنا تبع معايا القيمة المطلقة، بحال دابا مثلا هذه اللي كاينة، القيمة المطلقة لـ f لي x ناقص 2 أصغر من 1 على x زائد 1. دابا هنا في هذا المثال علاش عطاوني هذا السؤال الأول؟ هو باش غندير الاستنتاج، غنلقاو أن هذا التعبير اللي كاين هنا أصغر من صفر أو لا يساوي صفر، غنلقاو هاد الشيء هذا من بعد غير عقل معايا غنلقاو هو زيرو، يعني كنهايه غنلقاو هي زيرو. النهايه في هذه الحاله هذه فاش تكون عندك القيمه المطلقه غتكون هي ناقص 2. علاش؟ غادي نلقاو ان نهايه اف لي اكس ناقص 2 تساوي صفر، وهذا ناقص 2 غنحولو للطرف الاخر وغادي نقولو نهايه اف لي اكس تساوي 2. ولكن باش نقدروا نوصلوا لهذه النتيجه هذه اللي في السؤال 2 خاصني ضروري ندوز من السؤال 1، داكشي علاش عطوني بين ان، وخاصك تعرف تبين ان اف لي اكس ناقص 2 اصغر من 1 على اكس زائد 1. هادشي اللي غادي تحاول دير، حاول تبين هاد التعبير هذا على بركه الله. الوغ في الحل شوف معايا مزيان، هنا كاين بزاف ديال الامور خاصنا نطرقوا لها، غادي نجي لها. مثلا على بركه الله سينوس اكس، حنا عارفين ان سينوس اكس غير تذكير محصور ما بين ناقص 1 و 1. شهاده الكتابه هذه ما بين ناقص 1 و 1 كنقدر نكتبها بحال هكا، القيمه المطلقه لسينوس اكس اصغر من او يساوي 1 فقط، كندير القيمه المطلقه وكنخلي العدد الموجب، حيت كنا شفنا شحال هذا من قبل. الا كانت عندي اكس محصوره ما بين واحد العدد ناقص ار وواحد العدد ار، الخاصيه كتقول لي راه تكافئ ان القيمه المطلقه ل اكس اصغر من ار، يعني نخلي غير هذا ار هذا، وطبعا ناقص ار اصغر من ار. هنا غير حاولت ندير ان بيتي غابيل على اي، حنا غادي نبداو هنا اف ل اكس ناقص 2، دونك هنا سوا اكس دو ار ليكن اكس من المجال صفر بلس لانفيني، يعني ليكن اكس من ار بلس ار بلس بلس، نقصد به زعما الاعداد الموجبه، هذا المجال هذا هو ار بلس كرمز مختصر، ليكن اكس من ار بلس. غنحسب انا القيمه المطلقه ل اف ل اكس ناقص 2، تبع معايا بشويه عاد باش ندير التقطير، تساوي القيمه المطلقه اف ل اكس هي 2 اكس زائد 2 زائد سينوس اكس مقسومه على اكس زائد 1 ونقصنا منها 2 تساوي القيمة المطلقة لـ 2 إكس، عندي قدامها زائد 2 زائد سينوس إكس ناقص، دابا 2 توحيد المقام، 2 غادي نجبد غنضرب هنا في إكس و 2 غادي نضربها في 1 ناقص 2 في إكس هي 2 إكس ناقص، حيت عندنا موان بلوس 2 في 1 هي 2، وكل شيء مقسوم على اكس زائد 1. شي اش كنحسب في هذا التعبير القيمه المطلقه ل اف لي اكس ناقص 2، وغادي كنبسط في التعبير تساوي غادي نزول 2 اكس مع ناقص 2 اكس اعداد متقابله زائد 2 خاصها تمشي مع ناقص 2، وغتبقى عندي القيمه المطلقه لسينوس اكس على اكس زائد 1. القيمه المطلقه عندي الحق نفرقها، يعني ندير القيمة المطلقة لسينوس إكس على القيمة المطلقة لإكس زائد 1. مزيان، دابا غنبدا التقطير. كما قلت لك قبيلة، القيمة المطلقة لسينوس إكس أصغر من أو تساوي 1، هذه راه عندنا، علاش؟ لأن سينوس إكس محصور ما بين ناقص 1 و 1. دونك غنخليو سينوس اكس كندير القيمه المطلقه لسينوس اكس اصغر من 1، هذه هي الخاصيه اللي طبقت ياك. وايضا
و لدينا هنا غنبداو اون لدينا لدينا و عندي في المقام اكس زائد واحد اكس زائد واحد اكبر قطعا من الصفر لكل اكس من المجال صفر بلس لانفين حيت اكس اصغر قيمه غيبدا بها هي زيرو ولا زدت عليه واحد غيولي عدد موجب قطعا فاهمين ياك اكس موجب اكس موجب وزدنا عليه واحد يعني غيعطيني شي حاجه موجبه قطعا علاش هنا علاش علاش غتقولي علاش استاذ قلتي هاد اكس زائد واحد موجب ملي عندي سينوس اكس اصغر من واحد عندي الحق نقسم دابا سينوس اكس كقيمه مطلقه على القيمه المطلقه لاكس زائد واحد اصغر من واحد على القيمه المطلقه لاكس زائد واحد لموجب والقيمه المطلقه لاكس زائد واحد موجب ولا سالب موجب اذا القيمه المطلقه لسينوس اكس على القيمه المطلقه لاكس زائد واحد اصغر من واحد على حيثيه القيمه المطلقه هي اكس زائد واحد علاش حيث القيمه المطلقه لان التعبير موجب مزيان هادشي هذا منين جبتو في الاصل كبدايه شنو هو راه هو اف لاكس ناقص جوج بقيت غادي كنبسط 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 حتى لقيت التعبير دابا غنرجع نكتب ومنه لكل اكس من المجال شنو هو المجال اللي عاطيني صفر بلس لانفيني باش نجاوب على السؤال لكل اكس من المجال صفر بلس لانفيني هاد التعبير هذا غنعوضو بالقيمه المطلقه لاف لاكس ناقص 2 اصغر من 1 على اكس زائد 1 يعني غير عاود التمرين تفرج في الفيديو عاود تفرج وعاود خدم راسك حتى تجيب الحل لاصق مقاد هذه هي الطريقه باش تقدر تفهم دابا غنحسبوا الليميت استنتج لا ليميت دو اف دو اكس باش نحسبوا النهايه باش نحسب النهايه باش تحسب لي النهايه انا الله يرضي عليك ماشي شي حاجه صعيبه علاش بينا حنا لدينا لكل اكس عندنا حنا لكل اكس من المجال صفر بليس لانفيني او انا القيمه المطلقه ل اف اكس ناقص 2 قلت لكم الليميت غتخرج هي جوج ياك باقيين عاقلين اصغر من واحد على اكس زائد واحد مزيان غنحسبوا هاد الليميت لا ليميت عندما يؤول اكس الى بليس لانفيني لواحد على اكس زائد واحد تساوي صفر علاش صفر حيت عندي واحد الاعلى درجه هو اكس هو اللي غيبقى بلس لانفيني زائد واحد هي واحد بلس لانفيني زائد واحد هي بلس لانفيني واحد على بلس لانفيني هو صفر كما شرحت لك في الفيديوهات كاع اللي دازوا اي عدد على بلس لانفيني كيعطيني زيرو الا كانت هذه الليميت هذه الا كانت هذه صفر إذا كانت هاد الليميت هادي صفر القيمة المطلقة أصغر من أو تساوي صفر القيمة المطلقة مايمكنش تكون سالبة إذا لقيت هادي صفر راه هادي هي صفر يعني أن نهاية التعبير إف لإكس ناقص 2 راه هي زيرو القيمة المطلقة إذا كانت أصغر من صفر يعني راه هي صفر يعني أن ومنه النهاية عندما يؤول إكس إلى بليس لانفيني لـ f x تساوي 2 ومنه واحد هنا تقدر تقول بما ان هاد النهاية زيرو القيمة المطلقة ما يمكنش تكون الا صفر صافي في هاد الحالة حيت حتى الا بغيتي تحسر غتلقى ما بين صفر وصفر شي حاجة اللي ما بين الصفر راه هي صفر دونك علاش بازيت حسبت غير هاد الليميت هادي ملي لقيتها زيرو قلت راه حتى اف لي اكس ناقص جوج هي زيرو وبالتالي ناقص 2 حولت الطرف الاخر والليميت بقات هي 2 انت فيما يكونوا عاطينك شي تاطير على هاد الشكل عرف راه الليميت اللي غادا تبقى هي هاد جوج وعرف راه هاد الليميت هادي غتكون زيرو دائما هذا هو الاوبجيكتيف صافي دونك كنتمنى ان التمرين رقم 13 يكون مفهوم وغادي يكون التمرين رقم 14 حتى هو على نفس الشكل التمرين رقم 12 رشنا كيفاش كنخدم على التأطير ومازال عندنا تمارين اخرى ان شاء الله الاستاذ وليد يحييكم تحياتي وبالتوفيق